كيفك ربيع؟ الحمد لله. بشوفك كتير مهتم بموضوع الذكاء الاصطناعي، بدي أعرف شو السر من وراء هذا الاهتمام؟ أنا بعتبر الذكاء الاصطناعي أو الـ AI هو سوبر اسيستنت، دخل في مجالات كتير، مجال الصحة ومجال التعليم ومجال الفاينانس، وكتير فئات من المجتمع بلشت تستخدمه، طلاب مدرسة بيستخدموه، طلاب الجامعة، وبيرسونلي أنا بعرف كتير بيزنس أونر صار يستخدموه ويعملوا الانتجريشن في البرودكتس تاعتهم. فأنا حبيت إني أدخل في المجال وأكون أتعلمه ويدخل كسكيلز أساسية في السي في تاعتي، وإن شاء الله إنه في الفترة الجاي أكون من الرائدين في إن الله راضي. منصة فلسطين التقنية، بدي تخبرني ليش فكرت إنه أنت تدخل بهذا البرنامج لحتى تنمي مهاراتك بالذكاء الاصطناعي؟ كنت سعيد لما شفت الإعلانات الخاصة بمنصة فلسطين التقنية لعدة أسباب. السبب الأول إنها المنصة هاي بالتشارك مع جوجل ويوداسيتي، وخصوصاً اليوداسيتي بسبب إنه شهادات النانو ديجريز اللي بتقدمها يوداسيتي كتير قيمة بالنسبة لأي شخص باحث عن عمل أو أوريدي بيشتغل. فأنا كنت سعيد إنه لقيت منصة مختصة في هذا المجال وخصوصاً في الـ AI، حبيت إني أكون أحد المشاركين. شو كانت المخرجات من اشتراكك بمنصة فلسطين التقنية؟ كتير، ولكن إذا بدي أختصرهم، أول إشي 2 نانو ديجريز اللي أخذتهم كانوا كتير قيمات وكانوا إضافة كتير كبيرة على السي في تاعتي. الشغلة الثانية الإيفنتس اللي عملوها سبارك، وخصيصاً التو هاكاثونز اللي نظموهم كتير ساعدوني إني أعرف whole pipeline من إدخال AI مع الويب ديفلوبمنت، وهي كتير كانت ممتازة إلي. وأهم إشي اللي أنا بعتبرها added value إلي اللي هي الكونكشنز اللي وفرت ليهم سبارك مع الشركاء المحليين، هي ممكن أعتبرها أهم إشي لأي باحث عن العمل في السوق المحلي. شو نصيحة ربيع لأي حدا خريج من مجال تكنولوجيا المعلومات أو مهتم بهذا المجال وتطوير مهاراته بالذكاء الاصطناعي سبيسيفيكلي؟ حالياً الـ AI it's a hype. أي خريج جامعة المفروض يكون عنده السكيلز في استخدام أدوات الـ AI، مثل مثلاً حالياً جوجل جيميناي اللي هو كتير مستخدم عالمياً، فضروري إنه الواحد يعرف يستخدم هاي الأدوات وكيف ممكن يطبقها في دراسته في عمله إلى آخره. أما بخصوص الخريجي التكنولوجيا المعلومات بشكل عام، خريجين بيعرفوا إنه مجال تكنولوجيا المعلومات كتير بتغير، ومواكبة المجال إشي مهم وأساسي، فأنت بحاجة لكتير دورات أو مهارات تضلك تنميها. فوجود منصة مثل منصة فلسطين التقنية راح تساعد أي خريج إنه يضل مواكب التقنيات الموجودة عالمياً واستغلالها بشكل أمثل في مجال عمله. شكراً كتير يا ربيع، انبسطنا كتير اليوم معك. وأنا أكتر.